أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيئة نت: في إطار الفوضى وفشل الحكومة، الميليشيات المسلحة تسيطر على 6 منافذ حدودية. نقرأ في المدى: عمان على تحرير النينوى، 1,000,000 مشرد والتخصيصات تكفي لإصلاح 10% فقط من الدمار. الشرق الأوسط: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتظر ردا سريعا من طهران على أسئلتها. جاء في العرب اللندنية: عاشوراء تتحول إلى منبر للاحتجاجات ضد الفساد في العراق. نقرأ في القدس العربية: الكويت متفائلون جدا بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع. نقرأ في العرب الجديد: صفعة جديدة لجونسون، البرلمان البريطاني يرفض إجراء انتخابات مبكرة. عربي 21: المقاومة بغزة تسقط مسيرة إسرائيلية والاحتلال يقر بذلك. أهلا بكم. نبدأ من الشؤون العراقية. يقول الكاتب ماجد السام الرائي في مقاله بصحيفة العرب اللندنية: نحن مع ظهور نمط جديد للزعامة السياسية في العراق، يتقدم فيها زعيم ملهم تكون خلفه حركة سياسية أو تنظيم ليس طائفيا ومنظمات شعبية، طبعا بمشروع عراقي وطني غير طائفي. إن سلبيات وكوارث التجربة حكم الإسلام الشيعي، خصوصا في ظل تجربة حزب الدعوة الحاكم الذي انتهى سياسيا، تضع العراق أمام إشكالية سياسية كبيرة في كيفية الخروج من مأزق السلطة وتقاسمها، ذلك أن المعالجات الترقيعية في إخفاء عناوين ذلك المد الطائفي الذي ساد في سنوات ما قبل 2018 لا تكفي، ولعبة اندماج السنة في الكتل الشيعية ثبت فشلها، كما لا تكفي حالة الانسجام الحالي بين الرئاسات الثلاث، البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، لتقديم حلول جوهرية لأزمات العراق، لأنها تحت ولاية الأحزاب الإسلامية الشيعية وهيمنتها وسياساتها البعيدة عن هموم الناس والمنشغلة طوال هذه السنين بالفساد المبرقع بالفشل. الطريق السليم لانتزاع هيمنة تلك الأحزاب لا يتم على عتبات الانتخابات المحلية والعامة المعروفة بالتزوير، ولا على أساس ترويض بعض الوجوه العربية السنية وتجديدها وتقديمها كزعامات متعددة تختلف وتتصارع فيما بينها حول المكاسب والمغانم، بينما تتربع الأحزاب الشيعية على ولاية السلطة وتمنع أي فرصة لقيام زعامة ملهمة لعرب العراق قادرة وفق السياسات الدستورية البرلمانية على أن تتقدم صفوف المواقع القيادية وتنتزع موقع القيادة الرئيسة في البلد بلا قوالب مذهبية وطائفية وفق القواعد الدستورية والقانونية. يقول الكاتب: بعد تراجع الدور القومي لملء الفراغ العقائدي والسياسي، سهلت القوى الغربية ودعمت نشاط حركات الإسلام السياسي الشيعي خاصة، بل قدمت لها السلطة في النموذج العراقي لوجود هذه الجدلية في مشاريعها السياسية وفق ازدواجية مثلتها تجربة الحكم في العراق بعد عام 2003. هيئات منا الذلة. دكتور قاسم حسين صالح يقول: هيئات منا الذلة، جملة قالها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، أين نحن منها؟ يتساءل الكاتب قاسم حسين صالح في مقال بصحيفة المدى: فنحن لم نفهم ثورة الحسين عليه السلام أصلا، ولو فهمناها لم يبقى فاسد بالحكومة إلا وتم سحله. الحقيقة التي يتفق عليها العراقيون والمرجعية وأحزاب السلطة وقادة الكتل السياسية إن الفساد شاع في العراق منذ أعلن السيد نور المالكي في ولايته الأولى 2005 بأن لدي ملفات للفساد لو كشفتها لانقلب عليها واطيها، وما كشفها، واستمر إلى ولاية السيد حيدر العبادي 2014 الذي وعد بأنه سيضرب الفساد بيد من حديد،
وما ضرب، واستمر إلى ولاية السيد عادل عبد المهدي 2019 الذي شكل مجلسا لمحاسبة الفاسدين، وما استطاع محاكمة واحد من حيتانهم. والحقيقة الثانية أن أحزاب السلطة الأقوى في الحكومة هي أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، وأن قادة هذه الأحزاب والكتل السياسية والمسلحة الشيعية دفعتها سيكولوجياً الضحية وبارونايا الخوف من أحزاب السنة على اعتبار العراق غنيمة لها، فاستفردت بالسلطة والثروة، نجم عنها خراب وطن وسبعة ملايين دون مستوى خط الفقر، وحياة قاسية تمثل أحط حالات الذلة، وملايين البصريين يتحسرون على ماء حلو يشربونه فلا يجدونه مع أنهم يعيشون في المدينة الأغنى بالعالم. والحقيقة الثالثة يشخصها الكاتب البريطاني كوك بورن الذي له ثلاثة كتب مهمة عن تاريخ العراق الحديث. كان هذا الكاتب يتمشى بشوارع بغداد فشاهد بساحة الفردوس لافتة سوداء مكتوبا عليها الحسين منهجنا لبناء الوطن والمواطن، فكتب لصحيفة الاندبندنت مقالة بعنوان كيف تحولت بغداد إلى مدينة للفساد، بدأها أحسست بألم وأنا أرى هذه الشعارات، ما يعني أنه أدرك التناقض الحاد بين قيم الإمام الحسين وبين من تولى السلطة في العراق ويدعون أنهم حسينيون. هناك حقيقة حسينية غائبة هي أن قيم الحسين تستهدف توعية الناس بدورهم الأخلاقي والاجتماعي والديني في إصلاح شؤون الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنبيههم بأن مواصفات الحاكم العادل هو ذلك الذي يحكم بالعدل وبالحق ويحترم آراء الناس ومعتقداتهم ويجعل القانون معياراً لهيبة الدولة ومشروعية حكمها، وفق الكاتب. أقرأ في القدس العربي: تاجر سلاح أمريكي يساوي مليون عراقي. مقال للكاتبة هيفاء زنجن في صحيفة القدس العربي، وجاء فيها: بينما يتبادل النواب العراقيون اتهامات الفساد بأصوات عالية ورنانة إما داخل البرلمان أو خارجه في استديوهات الفضائيات العراقية والعربية بدون أن يخشى أحدهم المساءلة، نسي هؤلاء سيادة العراق. يأخذنا مصطلح إعادة الإعمار إلى خبر تجاهله الساسة ومعظم أجهزة الإعلام العراقية. يشير الخبر إلى خسارة العراق دعوى قضائية بقيمة 140 مليون دولار أقيمت ضده في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 10 سنوات. أقامت الدعوى شركة تدعى واي أوك للتكنولوجيا وأرملة ديل ستوفل، وهو تاجر سلاح ورجل أعمال يملك مع شقيق الله الشركة المذكورة، وكانت له علاقة وثيقة بأحمد الشلبي، أهم الأدوات العراقية للاحتلال الأمريكي. حصل ستوفيل على عقد بقيمة 25 مليون دولار من الحكومة العراقية لإعادة تأهيل عدد من الدبابات الروسية القديمة، كما كانت له علاقاته المتشابكة مع الإدارة الأمريكية ضمن مشروع إعادة إعمار العراق الذي بلغت قيمته 125 مليار دولار، وتخلله الفساد الذي شمل كبار ضباط الجيش الأمريكي بالإضافة إلى مسؤولين عراقيين. في إحدى جولاته داخل العراق محاولاً التشبه برامبو وهو يحمل على كتفه رشاشة لا تفارقه ويدخن سيجارة يضفي على شخصيته جانب التأمل فيما حوله، تم اغتياله عام 2004 ولم يتم إلقاء القبض على قاتليه، وإن أصدرت جهة ادعت أنها من المجاهدين بياناً حول تنفيذها العملية. حينئذ أصبح حاله حال آلاف العراقيين الذين تم اغتيالهم منذ الغزو الأنجلو أمريكي للبلد عام 2003 من قبل مجهولين، وتقدر أعداد الضحايا بما يزيد على المليون شخص. يقول الكاتب: إذا كان حال ستوفيل كضحية مماثلا لبقية الضحايا من العراقيين على مدى 16 عاما الأخيرة، فإن المطالبة بالتعويض عن مقتله بالإضافة إلى قيمة العقد الذي لم تستوفه الشركة وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية وقبول الحكومة المسؤولة المسؤولية الكاملة وإبعاد الشبهة عن الجنرالات
تجار الحروب الأمريكيين يشكلوا إهانة لا تغتفر بحق الضحايا العراقيين الذين لم يحدث إطلاقاً وشاهدنا وطالبت الحكومة بحق ولو مواطن واحد منهم اغتالته قوات الاحتلال البغيضة. جاء في الشرق الأوسط عندما يعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران لم تعد الدولة نفسها منذ 2.5 عام في إشارة إلى فعالية العقوبات الأمريكية التي تكاد توقف التدفقات المالية على نظام الولي الفقيه، يكون بالواقع قد طوى صفحة الجهود الفرنسية التي قادها الرئيس ماكرون، والتي يقول الفرنسيون أن أساسها حرص فرنسي على السلام واستبعاد الحرب عن الخيارات الإيرانية في المنطقة، حيث كتب حنا صالح في صحيفة الشرق الأوسط عن هذا الموضوع. ولأن طهران تعرف ما ستؤول إليه العقوبات من نتائج كارثية على الوضع الداخلي الإيراني وتاليا على نفوذها الإقليمي، ولأنها تلمس أبعاد الإطاحة الأمريكية بالمبادرة الفرنسية التي تزامنت مع موجة عقوبات طاولت كيانات وأسماء لبنانية وإيرانية وهندية وشركات بديلة لتهريب النفط الإيراني لتوفير التمويل إلى فيلق القدس وحزب الله، فقد بات مستحيلا أن تبقى المواجهة تحت سقف منضبط، لأنه لا السياسة الأمريكية ستتغير في المدى القريب ولا السياسة الإيرانية، لم يبقى إلا تسخين الجبهات، وإن كان مرجحا أن يكون التسخين مرفقا بمواقف معلنة عن رفض الذهاب إلى حرب شاملة ومدمرة. غير أن ما لا يجب إغفاله هو أن أي خطأ إيراني في حساب التغيير الاستراتيجي، فإن أمريكا في الظرف المناسب لها قد تقلب الطاولة حتى في حام الانتخابات الرئاسية. بهذا السياق ينبغي النظر بدقة إلى كل ما جرى في الأول من سبتمبر أيلول على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وأبعاد المواقف التي أعلنها حسن نصر الله عن كسر الخطوط الحمر، كما ينبغي التوقف أمام ما يدور على مستوى الحشد الشعبي الذي قرر إنشاء قيادة جوية، الأمر الذي اعتبره مقتدى الصدر بمثابة إعلان نهاية حكومة عادل عبد المهدي وتشريع الأبواب أكثر أمام التغول الإيراني. وفي الخلفية خوف حقيقي في طهران من نتائج تكثيف العقوبات الأمريكية، والعالم يشهد إذلال العنجهية الإيرانية في مسألة ناقلة النفط التي تهيم في المتوسط ولا تجرؤ أي جهة على التعامل معها. يقول الكاتب: طالما يعتقد المرشد أن لديه مساحة للمناورة حتى الانتخابات الأمريكية فهو لن يقبل بالذهاب إلى المفاوضات، وهو متمسك باتخاذ القطيعة مع الأمريكيين، أي أن أي قراءة سريعة للموضوع وجادة للسياسة التي رسمها المرشد في منح الابتزاز الإيراني للغرب تنطلق من أن الاتفاق النووي لا يمس إطلاقا، لأنه قام على بيع بضاعة لم تمتلكها إيران أصلا، ولا تفاوض على الصواريخ الباليستية ولا على النفوذ الإقليمي. يقول الكاتب: لكن خطب روحاني المتناقضة وابتسامات ظريف أمور مفيدة في عملية شراء الوقت واستغلاله جيدا لرفع مستوى التخصيب. نقرأ في العرب الجديد: تتدحرج كرة اللهب الإسرائيلية في اتجاه عدد من الجبهات، طبعا على وقع انتخابات مقبلة وحرب استنزاف قائمة ربما تتطور باتجاه حرب ساخنة محددة الأهداف طبعا زمنيا ومكانيا. عن انتخابات الكنيسة الصهيونية والصراع هناك، كتب ماجد الشيخ في صحيفة العرب الجديد: في أجواء متوترة كهذه سياسية وانتخابيا، مضافا إليها التوترات الأمنية والعسكرية الملتهبة، ترتبك خيارات الحكومة الإسرائيلية، فأي الرسائل هي الأهم التي تريد توجيهها إلى الداخل، وأيها التي تريد توجيهها إلى الخارج الإقليمي والدولي، وبما يخدم مصالح الإسرائيليين وتطلعاتهم وفق تقديرات نظام الرئيس الأمريكي ترامب في حروبه التجارية والأمنية التي يعول على خوضها بالشراكة عبر العالم، ليس لصالح الداخل الأمريكي بل ولصالح المصالح الإسرائيلية،
من قبيل الصراع على النفوذ الإقليمي في المنطقة مع النظام الإيراني وميليشياته الوظيفية المكرسة لخدمة أهداف طائفية مذهبية واستراتيجية أنانية لا علاقة لها بالصراع الاستراتيجي في المنطقة مع أي طرف، إلا ما خفي من أهداف لا تحقق لشعوب المنطقة أهدافها وغايتها النبيلة الوطنية والقومية في مواجهة جبهة أعداء، ولو بدت غير متماسكة لكنها تقدم من الخدمات أجلها لصالح التحالفات الإقليمية الدولية الناشئة. من هنا يمكن قراءة رسائل نتنياهو المتعددة شمالا وجنوبا بالاستمرار في تصعيد تسخيني لضربات استنزاف ردعية لا ترقى إلى حرب مكتملة الأركان، إلا إذا ذهب حزب الله إلى حرب موضعية لا يرغب بها هو نفسه، كما حصل أخيرا في رده على عملية عقربة في سوريا، وهذا ما قد ينسحب كذلك في رد قادم على مسيرات الضاحية. والواضح حتى اللحظة أن تكتيكات الاشتباك لن تتطور أكثر من الرد الذي استهدفه فيه حزب الله مركبة عسكرية إسرائيلية بدافع من إرادة الطرفين في احتكامهما لإرادة إقليمية إيرانية ودولية. الحيرة التي تنتاب نتنياهو وائتلافه الحكومي ونظامه السياسي اليوم لا تتشابه إطلاقا مع أي فترة سابقة، لا لجهة وضعه الانتخابي وتضعضع تحالفاته الائتلافية وتغير أوضاع جبهة معارضيه، ولا لجهة إطلاقه اليد للمؤسسة العسكرية لتجريب جولات ردعية جديدة ليس مهما أين يقول الكاتب، في الشمال أو في الجنوب، في سوريا أو العراق، وبالطبع ليس من دون إشراك الحليف الأمريكي. في العرب القطرية جاء هذا المقال: هل انتحرت الهند في كشمير؟ سؤال طرحه الكاتب أحمد موفق زيدان في صحيفة العرب القطرية. يقول كاتب: الهند التي تشكل خمس سكان المعمورة تميزت عبر عقود من الزمن بفرادتها العالمية وهي التعددية الثقافية والدينية والعرقية واللغوية. هذه الهند اليوم مهددة بشكل حقيقي وواقعي ملموس من الانقلاب على ذلك الإرث الطويل الذي بدأه المهاتما غاندي يوم دافع عن حقوق المسلمين فيها حين تعرضوا لمجازر ومذابح بان فترة التقسيم، فراح بنفسه ضحية الجماعة الهندوسية المتطرفة. مواصلة الهند السياسة العنصرية هذه تعني نهاية الهند التي عرفها العالم، وستنتهي معها تلك التعددية التي تميزها من غيرها، ويفجر بالتأكيد تناقضات لا أول لها ولا آخر. هذه التناقضات الخطرة تتمثل في ظهور كل عرقية وجماعة دينية لتطالب بحقوقها، ومن بينها التأميل والسيخ والمسلمون واللداخ وغيرهم كثير وكثير. ويساعدها على ذلك امتداداتها العرقية واللغوية في دول الجوار، فقوة الهند وكيميائيتها وحمضها النووي كان ولا يزال في تعددها وتنوعها وحال التخلي عن، يعني الارتكاس إلى العنصرية الهندوسية، فتنتهي معها عظمة الهند وفرادتها العالمية التي اشتهرت بها. هذا التراجع الهندي سيكون انتكاسة كبيرة للمشروع الغربي بشكل عام في المنطقة، الذي يراهن على كون الهند دولة قوية وساحة وئام وسلام، ومن ثم قادرة على موازنة الخصم الغربي الصاعد وهو الصين. أما هذه التراجعات الهندية فستقود إلى تراجع المشروع الغربي التعددي الثقافي وبروز اليمين الهندوسي المتطرف، وسيستلزم انعكاسات مباشرة على الأرض بعجز الهند عن مواجهة الصين، وهو ما ألمحت إليه مؤخرا. ويأتي على رأس ذلك كله تفجر الصراعات والتناقضات الهندية الداخلية، وما أكثرها مع السياسة الهندية الحاكمة اليوم والمشجعة على الصدام لا على الوئام. الانتحار الحقيقي يكون بالانقلاب على الذات، والانتحار الهندي هو الانقلاب على الشرعية الهندية التي قامت طوال قرن كامل من الزمن، وهي شرعية التعددية الثقافية والدينية والديمقراطية. أما الآن
فالحزب الهندوسي المتطرف الحاكم ينقل شرعيته الحزبية المتطرفة ليفرضها على دولة بحجم خمس سكان العالم، حينها يستطيع أن يلمس جيداً أي مؤرخ منصف وعالم اجتماع حقيقي أن البلد وشرعيته التاريخية في خطر. ومن ثم فإن حالة الإجماع الوطني الهندي السابقة غدت في مهب الريح. بعيداً عن السياسة، استقطبت حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونيا وسط تركيا نحو 1.5 مليون زائر منذ افتتاحها عام 2015. وتعد الحديقة التي يقصدها السياح المحليون والأجانب أيضاً تعد الوحيدة من نوعها في تركيا ومن الحدائق المعدودة في أوروبا، كما تعرف بكونها الحديقة المغطاة التي تتمتع بأكبر قدر ممكن من مجال التحليق، تحليق الفراشات، حيث هي الأكبر في أوروبا. وتضم الحديقة عشرات الأنواع من الفراشات التي تعيش في أجواء تحاكي البيئة الاستوائية، ويكمن ويستطيع الزوار رؤية جميع مراحل نموها. وتضم الحديقة ما بين 8 إلى 12 ألف فراشة، 12 ألف فراشة والعديد من أنواع النباتات الاستوائية، وتبلغ مساحتها 1600 متر مربع. في خبر آخر، تخطط أبل لبث حدث إطلاق آيفون 11 الخاص بها على منصة يوتيوب تابعة لشركة جوجل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها أبل ببث أحد أحداثها الكبيرة والمهمة على يوتيوب، وستزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص القادرين على مشاهدة البث. في العام الماضي وسعت الشركة بث حدث آيفون الخاص بها إلى منصة تويتر تماشياً مع الزيادة التدريجية في زيادة نطاق بث فعالياتها المتعددة التي بدأت باتباعها في السنوات الأخيرة، ورغم أن التسريبات الكثيفة لتصميم ومواصفات هذه الهواتف لم تدع شيئاً قد يفاجئ المستخدمين، لكن من يدري، فقد يكون في جعبة الشركة الأمريكية أمر لم يتسرب بعد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.